إخواننا لو كنا على هذا الحال لكنا والله في نعمة وخير. لكن اليوم إلا من رحم الله يأكل البعض البعض. نعم الصلاة والسلام. ثم بنى بابنة خير صحبه. العقد كان قلنا قبل البعثة قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وشرع الأذان فاقتدى به. يا أخوانا لابد من النظر في السيرة إلى أمور مهمة. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكر إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا في التعدد، تتعدد عليه الصلاة والسلام مصالح ومنافع للأمة، منها نقل الشريعة، منها أن قلنا سودة رضي الله عنها قامت برعاية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج على خديجة ولم يتسرع عليها. هذه الأمور لابد من النظر لها، لأن أعداء الإسلام اليوم يتكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ننظر في الآن يأتيك الغزوات، غزوات قالوا منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله، الغزوات قالوا تقريبا 99 تقريبا، ما شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم 27 أو 29 لا إشكال الآن. المهم هذه 99 فأكثر أو أقل، عدد القتلى من الكفار كم؟ ما تجاوزوا 1200 رجل، ما تجاوزوا هذا العدد في ثانية في الحرب العالمية، وقد يكون أكثر. لم يقتل من الكفار مرأة أو طفل، مرأة واحدة ولا طفل واحد ولا مريض ولا مجنون ولا عابد، سبحان الله. وهذا الذي تراه اليوم ممن يدعي أنه جهاد وكذا، يعني تنظر، لابد ننظر إلى أمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نركز على هذه المسائل في السيرة حتى نسير عليها. نعم. وغزوة الأبواء الآن خلاصة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أهم الغزوات، أهم الغزوات مهمة جدا نضبطها، 7 كم؟ 7: بدر، أحد، الخندق، خلاص، وتسمى الأحزاب. طيب وعندنا فتح مكة وخيبر وتبوك وحنين، هذه أهم الغزوات كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، مهمة جدا. بدر تسمى بدر الكبرى، لأن عندنا بدر الموعد، وواعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا العام الثاني ولم يأتوا، مفهوم؟ نعم، على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أهم الغزوات عندنا 7 نركز عليها. نعم. وغزوة الأبواء بعد في صفر. نعم. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. غزو اشتهر لأن الجهاد فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزكاة في الأصل فرضت في مكة، لكن مقادير الزكاة وأهل الزكاة والتفصيل في الزكاة كان في المدينة. نعم. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. كانت القبلة أول ما كانت إلى بيت المقدس، ثم تحولت، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، أي بعد الهجرة تحولت إلى مكة. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. نعم، فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. نعم. والغزوة الكبرى التي ببدر، هذا قلنا غزوة بدر الكبرى، لماذا تسمى بالكبرى؟ لأن عندنا غزوة بدر اللي هي يسميها العلماء الموعد، يعني في العام الثاني. نعم. والله سبحانه وتعالى صرف كفار مكة، لم يأتوا. نعم. في الصوم في 17 الشهر. نعم، كانت غزوة بدر في 17 من رمضان. نعم.
ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. نعم، وجبت زكاة الفطر على كل مسلم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يخرج صاعا من طعام. نعم. وفي زكاة المال خلف فدر. قلنا زكاة المال فرضت في مكة الزكاة، أما مقادير الزكاة وما إلى ذلك هذا كان في المدينة. نعم. وماتت ابنة النبي البر. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وغرس الطهر. طيب، الآن لم يسمع في التاريخ ولم يعرف أن أحد تزوج بابنتي نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلا عثمان، ولهذا كان يلقب عثمان بذو النورين، تزوج الأولى ثم تزوج الثانية. هذا الرجل رضي الله عنه قال عنه النبي ما ضر عثمان رضي الله عنه ما فعل بعد اليوم مما صنع رضي الله عنه، جهز جئس العسرة رضي الله عنه وتستحي منه الملائكة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر. نعم. فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. نعم، فاطمة رضي الله عنها تزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل رباه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رب علي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رب علي رضي الله عنه، لأن كان أبو طالب يعني لديه أولاد كثر ولديه شيء من الحاجة والفقر، شيء يعني من قلة ذات اليد، نعم هذا الصحيح، قلة ذات اليد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تولى تربية علي رضي الله عنه. نعم وأرضاه. وقينقاع غزوهم في الأثر في الإثر. نعم. وبعد ضحى يوم عيد النحر. الله أعلم ضحى يمكن ضحى. نعم. نعم. وبعد ضحى يوم عيد النحر يعني عيد الذي يكون في ذو الحجة. نعم، لأن أهل الإسلام لديهم عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد المولد النبوي، عيد رأس السنة، عيد الحب، عيد الكفر، عيد الضلال، عيد الاحتفال بكذا بكذا بكذا، هذا ليس لنا أهل الإسلام، عندنا عيد نعبد فيه الله، نقرب إلى الله قربان، في عيد الفطر نواسي الفقراء بزكاة الفطر، في عيد الأضحى الذبائح، ثلث يتصدق، ثلث يأكل، ثلث يهدي، فهذه الشريعة كلها خير. دلت، يقول ابن القيم رحمه الله، لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، ولم يطرق العالم مثل هذه الشريعة، تكفي يقول شاهد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وأكثر من هذا؟ فلا بد أن المسلم يعتز، أعزنا الله بالإسلام، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغزوة السويق ثم قرقرة. نعم، قلنا هذه الغزوات المهم عندنا سبعة لأننا نريد نختصر الآن. نعم. والغزو في الثالثة المشتهرة. نعم. في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم. نعم. زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة. حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. نعم. بعض العلماء يقول إذا أردت أن تحفظ أمهات المؤمنين تجمعهم في قولك، ما ماذا تقول؟ من يعرف؟ ها
خبز مع جزر صحة، خبز مع جزر صحة ولا لا؟ لا خبز ولا خس مع جزر صحة، خلاص. هذا أمهات المؤمنين. الخاء خديجة، والسين سودة، والميم ميمونة، خلاص. والعين عائشة، الجيم والجيم جؤرية. طيب زي وزينب، عندنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. بعدين صحة الصاد صفية، الصاد يقول حفصة، نعم ما عندك مشكلة. طيب أشفقي، والحاء حفصة، والتاء المربوطة صحة صحة. الهاء تامن، الهاء هند بنت أبي سفيان اللي هي بسميها أم حبيبة. أم حبيبة، نعم. هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيش قلنا؟ خس مع جزر صحة، تمام؟ معلومة حلوة. نعم. يلا وزينبا ثم غزا إلى أحد. غزا إلى أحد، هذه المعركة، هذه الغزوة أحد، لا يمكن أن تكون هزيمة. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فوائد مترتبة على ما حصل في أحد. حتى القادة، قادة العسكريين، عندما يأتوا يتكلموا عن أحد يقول هذه ليست بهزيمة، لأنه لو كانت هزيمة ماذا كان صنع الكفار؟ قضوا على كل شيء، مجرد رأوا شيء من النصر فروا وقالوا انتصرنا. 70 رجل تقريبا القتلى، مفهوم، الشهداء من المسلمين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة ماذا؟ خطر المعصية، وأنه لابد من الطاعة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هؤلاء شهداء أحد، صحيح؟ أي نعم، أمور حدثت مترتبة على ما حدث في أحد، على ما حدث. لا يمكن نقول أنها هزيمة، ليست بهزيمة بل نصر، مفهوم؟ أي نعم. قال وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. حمراء الأسد، الآن حصل ما حصل في أحد، لقي أبو سفيان، أبو سفيان في هذا الوقت لم يسلم بعد، لقي ركب جماعة من الناس، إلى أين؟ سألهم إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أن نعد العدة ونريد أن نرجع بعد ما حصل في أحد حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر من؟ أبو سفيان وقريش والأحزاب، أنه يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قلة عتاد وعدة وما حصل في أحد وكذا. الذين قال لهم الناس، الركب، إن الناس قريش قد جمعوا لكم، فاخشوهم، خافوا منهم، فزادهم إيمانا. بماذا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا حسبنا الله ونعم الوكيل لابد تكون قول كل مسلم عند الشدة، عند الكرب. ما تقول يا تجاني ولا كذا، لا، شرك أكبر لو تنادي غير الله، صح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفور الجيش بالتجهز، تجهزوا خرجوا إلى مكان يعني قريب من مكة، بعد من المدينة، بعد الميقات، بعد ميقات المدينة، على مدخل القادم من مكة، قريب المدينة، يسمى حمراء الأسد أو كذا، مفهوم؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أحد، ما قدم، كفار مكة لم يأتوا. لماذا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا صنعوا؟ التجوا إلى الله مع عمل، أخذ بالأسباب، صح؟ فانقلبوا، رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله.
والله لو تكون مع الله ما يضرك أحد. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار ما استطاع أن يؤذوه. سبحان الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. نعم، عندنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أبناء فاطمة رضي الله عنها. جاء وقت الأذان؟ طيب، ثلاث دقائق، ثلاث دقائق. نعم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. نعم، اليهود آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله كل شر يلحق الأمة الإسلامية سبب اليهود. كل شر يلحق الأمة لو تبحث عن منبع هذا الشر تجد أصله اليهود. نعم، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم في الشاة عندما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ اللقمة لم يأكلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد موت زينب المقدمة، يعني لأن عندنا قلنا زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. نعم. وبعده نكاح أم سلمة. نعم. وبنت جحش ثم بدر الموعد موعدي قلناها واعدهم، واعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا. نعم. وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. اذكروا نعمة الله عليكم في ماذا؟ في هذه في الأحزاب. الله أعلم، نتوقف هنا بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله.